مين فنية. الحلوة بالدراما اليوم؟ يعني الحلوة قصدك انه منا ممثلة بس حلوة. في حلوين كتير بال سمي لي وحدة بس. يا امي انسى، شو بدي باجمل وحده؟ لانه هدول كل يومين بتغير، يعني انت بتشوف الممثله يعني ما فيك تعطي جواب نهائي، يعني انت بتشوفها مثلا عمرها 50 سنه، بتغيب 20 سنه بترجع تلاقيها عمرها 30. يا بتغيب لك 10 سنين ثانيه بترجع عمرها 20 15 بتموت عمرها 4 سنين. يعني بتمشي بالقلب، بتمشي بالقلب. ايه الممثلات السوريات كثير عم بيلاموا انه عم بيعملوا كثير عمليات تجميل، صح ام خطا؟ صراحه مين عم بيعملوا اكثر من اللبنانيات صراحه؟ ايه طبعا. ليه؟ ما بعرف، اني هذا من ضمن التنافس، يعني مثلا ممكن وحده تنزل بدل وحده السنه اللي بعدها بدون ما يحس المخرج والمنتج. ليه نفس الحكي؟ نفس الحكي، نفس نفسهم كلهم تبع الاسنان نفسهم وتبع النفخ نفسهم. يعني وانا بتخيل بعد شي 20 سنه يعني بده يصير يفوقوا الصبح بيعايروا 35 قدام و20 ورا مثل السيارات يعني. يعني بتقول له انا واصلي على التصوير بس بدي امرق على الترمبه ربع لا ساعه. ما عندها بالبيت، بيكون هي بتفز تعير هي يا وجوزها منفخ كمان، لانه عم يتجوزوا ناس بينفخوا كمان. يا بتقول لك اعراض كتافه عريض،